اللي كاين في المغرب واللي دقت هو ديال ايد بوكماز. هنيئا لكم، هنيئا لكم الناس ديال الازيله، الناس ديال دملات. حنا جد فرحانين باش نعطيو انطلاقه من ديال برنامج 100 يوم 100 مدينه، وتكون اول محطه هنا في دملات. عنا عليها هذه جوج اسابيع لانه كنعرفوا الموقع ديالها، وكنعرفوا التموقع، وكنعرفوا بالخصوص نساء ورجال، اللي عاصمة العلم اللي فيها رجال ونساء اللي خدموا في الوطنية وخدموا في بلادهم، وحنا مفتخرين باش نكونوا معكم اليوم. 100 يوم 100 مدينة هو برنامج للاستماع، للإنصات للمواطن، باش نفهموا ونفهموكم اشنو هما الاولويات ديالكم، كيفاش كتشوفوا المدن ديالكم، كيفاش بغيتوا المدن ديالكم يتطوروا، لانكم نتوما اللي كل صباح كتعيشوا في المدن وكتعرفوا المشاكل، اشنو اللي خصكم